إنها مركز الشمس التي تغدق على المغرب بسخاء إشراقها. إن الظروف المناخية المواتية للغاية والأرض الخصبة وخبرة الأجداد مقترنة بالتقنية الحديثة هي سر وصفة نجاح الحوامض المغربية. إلى جانب تميز ألوان الحوامض ووفرة عصيرها وتوازن نكهتها، فإنها مفيدة جداً للصحة. وإذا كان البرتقال والكليمونتين والمندرين من الأنواع الأكثر شهرة، فإن المغرب ينتج أيضاً الليمون والبامبلوموس. وتزرع الحوامض من أكتوبر إلى يوليوز على مساحة تقارب 128 ألف هكتار بإنتاج سنوي يبلغ حوالي 2.6 مليون طن. والمناطق الرئيسية لزراعة الحوامض هي سوس، مسا، ملوية، وتدلى والغرب والحوز. وبفضل مواكبة موروكو فودكس يتم تصدير حوالي 600 ألف طن كل عام إلى روسيا وأوروبا ودول الخليج والولايات المتحدة وكندا وإفريقيا جنوب الصحراء. إن التنوع الكبير في الحوامض وجودتها ووفرة الإنتاج تجعلها منتجاً عالي الجودة وموثوقاً وتنافسياً للغاية. حوامض المغرب، شعاع شمسنا على الكوكب.